فقرة، فقرة أسواقنا، ومن ثم نتواصل. الفواكه والخضروات. نتعرف على أسعار الخضروات مع العم خليل. لك التحية عم خليل، صباح الخير عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. الله يبارك فيك. والله عم خليل، نورنا على الأسعار، الطماطم، الخضروات، يعني عموما أسعارها كيف اليوم؟ إن شاء الله. والله الطماطم كانت غالية، لكن حسها نزل الكيلو من 200 جنيه، حسي بقى ب 100 جنيه كيلو الطماطم بقى ب 200 جنيه كويس. عندك الليمون برضه ب 200 بقى ب 100، اي من 200 جنيه بقى ب 100 جنيه. الطماطم، البطاطس كان ب 100 جنيه، هسه بقى ب 150. طبعا ما في حاجه وارده، هاي في الثلاجات وطلعت ب 100 جنيه. الاسود كيلو بتاعه ب 80 جنيه كويس. عندك البمبي ب 60 جنيه. عندك الباميه كيلو ب 120 جنيه كويس. عندك العجوره ب 15 جنيه. الخيار غاليه كيلو ب 150 جنيه. نعم. الليمون والله العظيم الكيلو بتاعه ب 150 الكيلو. هاي البصل كان رخيص، لكن هسي طلعت غاليه، هسي ندي ب 30 جنيه وب 20 جنيه، يعني الرطب ب 20 جنيه، كلام بالشكل كده. هاي الجرجير ايضا، الجرجير والله هسي غاليه اليومين، طبعا النيل شاله، يعني ب 50 جنيه و 30 جنيه الرطب. نعم. طيب الخضروات دي كلها متوفرة ولا في بعضها؟ والله ما في حاجة متوفرة، هسه طبعا الجرجير ده ما في، والبصل نعم، والبطاطس والخيار والعجور ده يوم بيجي يوم ما يجي. هاي نعم. والشطة برضه ما في، غالية. هاي طيب بتجيب الخضروات دي من وين؟ والله من سوق الشابي اندرمان، نجيب من سوق الشابي اندرمان. هاي هل في احتمالية انه الخضروات دي تنزل لقدام؟ لا لا والله، اديها بس يومين ثلاثة، يوم الخضار ده كلها حينزل في الوطن. الطماطم الكيلو يبقى ب أخينا ب 30 جنيه 40 جنيه 50 جنيه إن شاء الله. متواصلين معكم أعزائي المشاهدين عبر فقرة أسواقنا، وقبل قليل يعني تعرفنا على أسعار الخضروات مع العم خليل، والآن حابين نتعرف على أسعار الفواكه مع الأخ مرتضى الخير. لك التحية مرتضى، صباح الخير عليك. تسلمي. عندنا البرتقال، برتقال الأخضر البلدي ب 350، عندنا البرتقال عندنا الأصفر ب 400 جنيه، عندنا التفاح هناك سكري ب 150 الحب، عندنا هنا الرمان الدسته ب 1200، عندنا الجريب الدسته ب 1200، دسته المانجا ب 4، كرتونه بقت ب 8، عندنا العنب العلبه ب 200، عندنا البناتي كيلو ب 800، عندنا التفاح يا وندا سكري برضه الحبه ب 70، عندنا الفوق الحبه دي ب 100، عندنا البرتقال هنا ب 300. ايوه عندنا البرتقال هذا بنفس الان البلدي حبه كبيره نمرة واحد، تم نبيعه ب 450 جنيه، لحد 400 كان نبيع. حبة ولا الدستة؟ الدستة. ايوه عندنا البرتقال المصري ده دستة ب 600 جنيه. كويس. البطيخ الحبة ب 200 جنيه. عندنا الموز الكيلو ب 100. ايوه. طيب الفواكه ده بتجيبوها من وين؟ الفواكه من السوق المركزي. ايوه. طيب كل الفواكه موجودة ولا بعضها؟ والله الفواكه دي كلها فيه، لكن فيها أحيانا بتكون مخزن، يعني داخل المخازن ما قاعد تطلع، عشان شنو يزيدوا الاسعار. لما انت تيجي تسال تقول لهم يا اخي الفواكه دي هنا، يقول لك يا اخي شنو دولار غير دولار، تكون قاعده هي مخزن، يعني انا اغلبيه المرات من القاعده شنو في الثلاجه ضربت عديد ما يبيعوا عادي. ايوه انا قاعد نوزن بس. طيب مثلا هسي المانجو انت يعني ذكرته يعني انه في زياده. ايوه. طيب يعني كده تكلمنا عن الحاجه دي. والله هي المانجا دي اصلا شنو كنا بنجيب الكرتونه ب 800 جنيه، يعني اخذنا فتره 3 4 يوم بس
الكرتونه قبل عمل شنو 4 الكرتونه دي ما بتتم 3 استاذ زاد، لكن بعد شويه ثاني شنو يومين ثلاثه لما جينا السوق اللي هنا بقت ب8 المانجا، يعني هسه يجيب هنا الدسته اللي تبيع ب3 وما في زول هو اصلا الان بيشيل هاي خليناه. في اقبال على الناس يعني في ناس بتجي تشتري ولا لا؟ ما زي زمان والله اللي يشتري ده فيه، لكن التجار يعني زي ما بقول شنو ما بيبيعوا طبعا. احيانا انت بتلقى الخضار قاعد لكن ما بيبيع لك، يقول لك الدولار ده غير. ايوه حتى لحد الان لحد برتقالنا عند البلدي ده كنا بنشتري الالف ال 100 ب 800 جنيه، هسه الليله الان ال 100 ب 800 ب 1560 1500 ده لو جامدوك هيدوك له، ده كان من جوبه 800 السعر قسم النص زياده بس ده الضرر. شكرا لك، تسلم يديك العافية، الله يكرمك. بكده وصلنا لختام فقرتنا أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على حسن المتابعة والعودة للزملاء داخل الاستوديو.